وسيبقى هدف خالد في اذهان جماهير الرجاء ولا في ذلك جماهير فريق الجيش الملكي. هو تعادل يعتبر غير منصف لانصار الرجاء البيضاوي لانهم كانوا قاب قوسين او ادنى من ادراك فوز يمكن اقول بانه فريق الرجاء بوغت بهذا الهدف من نصف فرصه ونصف ابراهيم المزبودي يسجل هدف الموسم بالنسبه لفريق الجيش الملكي. انه الهزيمه الوداديه تشكل طعم اخر وخاص بالنسبه لجماهير فريق الجيش الملكي، لكن هذه واقع المباراه. اذا التعادل هدف لمثله، يمكن اقول بانه تعادل اقولها لانه غير منصف للرجاء لانها كانت مسيطره على المباراه، حققت العديد من الفرص، وفريق الجيش الملكي كان ذكي، لا اقول كان ذكي ولكن كان محظوظ في هذا التغيير، رغم انه كان في وقت يمكن اقول بانه كان خير مسموح للسفياني ولن يحاسبوا على تلك الهزيمه، لكن في المنافسه فريق الجيش الملكي كان محظوظ في ادراك التعادل. اذا التعادل لا ينقص من قيمه فريق الجيش الملكي كلاعبين، ولكن اكيد بانهم هذه كره القدم، هذه حلاوه كره القدم. كره القدم يمكن ان تكون مشوقه، يمكن ان تسيطر فينا 90 دقيقه، لكن يمكن ان تاخذ الطاوله، ولهذا هي اللغه الكره الاكثر شعبيه في العالم هي كره القدم، وبالتالي فهذه النتيجه بطبيعه الحال هي تبقى وارده في مباراه كره القدم. قدمت لقاء كبير بشهاده كل من تابع هذه المباراه، لكن في الانفاس الاخيره المباراه او بالحليب هذا الموفقه بدخول ابراهيم المزبودي الذي سجل هدف في الانفاس الاخيره وكان هدفا قاتلا، هدف جميل لصفو ابراهيم المزبودي غير تماما من المباراه. مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعه لهذه المباراه، ولكن المباراه نقول بانها في جمال المباراه هي في الانفاس الاخيره وفي هذا الهدف الاخير. اذا هنيئا للجيش بالتعادل، رجاء يمكن ان نقول بانها كانت قويه رغم انها شوف شو سال سال سلام حبيبي جميله ولكن لم يكن موفقا.